وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، في ظل تصريحات حزب الطالبان بعودة انتشار البيشمركة في المناطق المتنازع عليها ونفي ميليشيا الحشد انسحابها، بداية، ما صحة عودة انتشار البيشمركة في المناطق المتنازع عليها من عدمها؟ مساء الخير. بالتأكيد هناك مشاورات الآن بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والولايات المتحدة والأمم المتحدة، يعني برعاية الأمم المتحدة، حول تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة وانتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أنه سيكون من الصعب جدا إجراء الانتخابات في هذه المناطق، خاصة هذا سوف يؤدي إلى تشكيل حكومة محلية لأربع سنوات، وأهمية الحكومة المحلية ربما تختلف عن أهمية المجلس النواب، باعتبار كان في انتخابات لمجلس النواب في أيار الماضي، لكن انتخاب حكومة محلية في كركوك وفي نينوى وفي الديالة وفي صلاح الدين دون وجود تطبيع حقيقي للأوضاع ربما سوف يؤثر على النتائج ويؤثر على طبيعة مشاركة الأحزاب السياسية فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه المناطق بحاجة إلى نوع من الضمانات الأمنية، باعتبار أنه ليس فقط الكرد بل حتى بعض المكونات الأخرى لم تستطع العودة إلى مناطقها بسبب وجود مظاهر مسلحة، وجود العديد من الفصائل المسلحة، بعضها تابع للحشد الشعبي، البعض الآخر للجيش، القوات الاتحادية. هذه تؤثر بصورة سلبية على ربما الحياة اليومية وكيفية إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب، وهذه بالتأكيد كان وضع المسيحيين على الأقل والإيزيديين لم يعودوا إلى مناطقهم لحد الآن. لذا فهناك اهتمام كبير من الأمم المتحدة ومن حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. طيب دكتور، يعني القضية الأهم هو أن وأنت تعلم ذلك أن وضع العراق السياسي إن كان في إقليم كردستان العراق أو في حكومة المركز غير مستقر الآن، إذن ما الغرض برأيك من إطلاق هذه الأخبار في ظل هذه الظروف التي تمر بها العراق وفي هذا التوقيت؟ لا طبعا، جزء من تطبيع الأوضاع، جزء من إعادة الاستقرار، باعتبار هذه المناطق غير مستقرة لحد الآن. الأحزاب الكردستانية غير موجودة، وعلى الأقل الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى لم يشارك في انتخابات في كركوك في انتخابات الأيار الماضي، انتخابات مجلس المحافظات العراقي. أيضا في إشكالية أخرى تتمثل بطبيعة السيطرة على الوضع الأمني في هذه المناطق وعدم وجود خروقات أمنية. يعني بالتأكيد طبيعة الانتشار سوف لن تكون كما كان في عام 2014 أو قبل 2014. يكون هناك آلية محددة، قيادة مركزية لكافة القوات العسكرية المتواجدة في هذه المحافظات في هذه المناطق بالذات. أيضا ستكون هناك الشرطة المحلية هي التي تدير المدن، لكن دعنا لا ننسى وجود الميليشيات في محافظة التميم اليوم وخصوصا في مدينة كركوك. يعني هل تعتقد وجود قوات البيشمركة مع قوات الميليش أو الميليشيات المسلحة التي لا تأتمر بأوامر الدولة كما تعلم، من الممكن أن لا يحصل صدام فيما بينهما؟ لا طبعا، بالتأكيد إذا كان هناك استراتيجية للحكومة في هذا الصدد فإن أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة ستنفذ وستكون هناك انسحاب، سيكون هناك انسحاب لهذه الفصائل في كافة المناطق، وهناك أوامر حقيقية للانسحاب من المدن، من مراكز المدن، والتمركز ربما في مناطق محددة ومعسكرات، ومن ثم إعادة الانتشار بطريقة تكون وفق آلية محددة وفق ترتيبات، لا تكون هناك أي مواجهة، وعلى الأقل لا تكون هناك احتكاكات بين القوات الموجودة، بل ستكون هناك قيادة مشتركة كما قلت، وتعاون حتى في ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد
بعض المناطق التي بحاجة إلى تنشيط أو ملاحقة فلول تنظيم داعش، سواء طيب. كان في جبل حنبين أو في المناطق الأخرى من كركوك وفي نينوى أيضا. يعني أتصور إذا كان هناك اتفاقية فلن تكون اعتباطية، ستكون هناك آليات دقيقة ومحددة نعم، للتعامل مع هذا الموضوع. بعض المحللين يقولون إن غياب البشمركة عن محافظة نينوى وعن التأميم خسارة سياسية وليس تراجعا عسكريا، كيف يمكن أن نفهم هذه المقولة من وجهة نظركم؟ لا بالتأكيد، لا هناك تراجع عسكري أيضا وسياسي بالنتيجة، يعني لأنه هناك الكثير من أبناء هذه المحافظات تثق بقوات البيشمركة ربما أكثر من الفصائل المسلحة، ولكن بالنتيجة كما قلت بأنه حجم الثقة بالمؤسسات العسكرية سواء كان من البيشمركة أو من الحشد أو من القوات العراقية أو من الشرطة الاتحادية تتمثل ب الأداء الفعلي لهذه القوات على الأرض، إلى أي مدى تكون هناك حماية حقيقية لأبناء هذه المناطق، إلى أي مدى سيتم ربما تعزيز الأمن والاستقرار والبناء ومن نعم ثم نعم إعادة الإعمار وإعادة عودة النازحين في هذه المناطق. يعني كل هذه الأمور ربما هي المؤشرات الحقيقية في هذه المسألة وليس طبيعة هذه القوات المسلحة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.